برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. متابعي راديو فجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في برنامج ليوان. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. منذ تسعينات القرن الماضي والعالم الإسلامي والعربي يمر بمرحلة انكسارات تفرض على المفكرين وعلى مراكز البحوث والمنتديات الفكرية أن تضاعف جهودها لتشكيل أو لتكوين مؤسسات تساهم في معالجة قضايا المنطقة وإشكالات الأمة، ومن هذه المنتديات منتدى المفكرين المسلمين، وهو منتدى منفتح على كل الراغبين في المشاركة الفاعلة لتأثيث الفضاء الفكري عبر طرح مشاريع تنطلق من الأمة لتعود إليها بالنفع. مستمعينا الأفاضل، يسرنا اليوم أن نستضيف في برنامج ليوان الأستاذ عبد الرحمن الجميعان، الأمين العام للمنتدى المفكرين المسلمين عبر السكايب ومن الكويت، يحدثنا عن هذا المنتدى وكذلك عن ورقته المهمة التي قدمها قبل فترة وجيزة في مركز الدراسات التي أشرفت عليه الجزيرة. أما الجزء الثالث سيكون مخصصا في قضايا المنطقة الساخنة، خاصة ما يجري في موصل والحلب. مستمعينا الأفاضل، يسرنا اليوم أن نستضيف في برنامج ليوان أستاذ عبد الرحمن الجميعان، الأمين العام لمنتدى المفكرين المسلمين. أستاذ عبد الرحمن الجميعان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ضيفا عزيزا على برنامج ليوان عبر أثير راديو فجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأنا سعيد بهذا اللقاء كثيرا. شكرا لك. مستمعي الكرام، الأستاذ عبد الرحمن الجميعان هو كاتب ومفكر وباحث كويتي مهتم بدراسة الفكر والتيارات الإسلامية، وله عدة مقالات وبحوث في هذا الباب، كما كان مشاركا في ندوات في عديد من البلدان. أستاذي، بداية نريد أن توصف لنا بإيجاز تعريف بالمنتدى المفكرين المسلمين، هويته، رؤيته، أهدافه، نشاطه، فعاليته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منتدى المفكرين هي فكرة بدأت تقريبا، راودت بعض الأخوة من تسلس سنة 1910 تقريبا،
نعم. ثم تصورت وأنشأناه الحمد لله، وكان صغيرا ثم بدأنا نكبر ونكبر 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 الحمد لله. احنا في الكويت انطلقنا سنة 2011 تقريبا. نعم. وكان من الموجودين الدكتور راشد الغنوشي، الدكتور العثماني، الدكتور حسن الددو، والدكتور جاسم سلطان الحقيقة، وكثير منهم التقينا بهم ووضعنا التصورات ووضعنا الأفكار في مسيرة هذا المنتدى. لاحظنا الحقيقة أن هناك ضعف في قضية تناول الأفكار بالنسبة للأمة. الأمة إلى الآن لم تنضج من ناحية تقبل الأفكار، يعني أنا أضع المفكر مثل كالعالم، العالم يرسم الطريق الشرعي والمفكر يرسم الطريق الفكري الاستراتيجي، ولا غناء عن أحدهما عن الآخر أبدا، يعني أبدا لا غناء أحدهما عن الآخر. لكن الأمة ميزانها أثقل عند علماء الشرع. لكن لاحظنا الآن طبعا أن علماء الشرع مع الأسف كثير منهم يتخلف عن فهم الواقع، يتخلف عن فهم الواقع، فقد ينزل نصوصا لا تتناسب مع واقعه، أو قد ينزل تاريخا لا يتناسب مع الواقع الحالي. فمن الذي يفكك هذه المنظومة؟ هو المفكر. فمن هذا الباب حاولنا أن نجمع المفكرين الملتزمين على أقل تقدير كبداية، كبداية خطوة، الملتزمين بخط الكتاب والسنة على توسع، مش على 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 ضيق، لأن تعلم أنت المفكر لا تحده سماء، وهذه أيضا تبقى إشكالية عند المفكر، لأن المفكر أو كثيرا من المفكرين مولدوا أفكار قد لا يستعصي بغيره في الأفكار، قد لا يبني على غيره، بل هو يولد أفكارا جديدة. وهنا أيضا هذه القضية الخطيرة بالنسبة للفكر. فالعالم الإسلامي الفكر عنده قليل، مع وجود مفكرين ومراكز فكرية عميقة، لكن إلى الآن الشعوب لم تتقبل قضية الأفكار. تتقبل قد يعني لو على سبيل المثال، لو أنت الآن تذهب إلى أي رجل مثلا تاجر أو متصدق وتخبره أنني سأبني مسجد، قد إذا تريد 1000 قد يعطيك 2000 و2000 و3000 و4000، لكن لما تقول له أريد أن أبني مدرسة فكرية أو أريد أن أنشر بحوثا قد يجفل، قد لا يرى هذا الشيء هو في 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 طريق النهضة والإسلام. فنحن نحاول أن نغير هذه العقلية، عقلية المتبرع خاصة، إلى قضايا استراتيجية هامة للأمة. هوية المنتدى هو هوية إسلامية خالصة، بل لكن بطعم فكري، مش النصوص الشرعية، لا، وإنما طارها النصوص الشرعية، لكن أطروحاتها أطروحات فكرية. هي تبدأ كما قلنا أنها رؤية إسلامية، تسعى إلى إيجاد رؤية إسلامية فكرية لنهضة الأمة، ترسم الطريق للأمة من أهداف تجميع المفكرين المسلمين الذين على تقريبا متقاربون في 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 نفس الخط، إيجاد أرضية مشتركة أيضا للتفاهم بين المفكرين وبين المراكز الفكرية ذات الاهتمام بهذا الشأن، وضع نظرية إسلامية للمعرفة، وضع نظرية إسلامية للنهضة، وضع معرفة نظرية إسلامية للفكر السياسي الإسلامي الذي إلى ما يزال إلى الآن في داخل بطون الكتب وأمهات الكتب، وتراثنا مليء إلى الآن لم يستنبط الاستنباط الكبير. وسائلنا كثيرة حقيقة، منها الموقع، ننشر بحوث، ننشر مقالات، ننشر دراسات معمقة عن النظام الدولي، عن الأفكار إلى آخره. وسائلنا بحوث، دراسات، لقاءات تلفزيونية، الآن نسعى إلى وجود قناة تيوب إن شاء الله، ورش عمل، مؤتمرات، حلقات نقاشية إلى آخره. أستاذي الكريم، هذه الورش العمل واللقاءات والندوات والمشاركات ابتدأت في الكويت وانطلقت إلى مدن أخرى وعواصم أخرى؟ نعم، بدأنا بالكويت، لكن لم تحدنا الكويت ولن يحدنا العالم أصلا، لأن الإسلام أصلا نظام شمولي عالمي، فلن يحده دولة. هل هناك أيضا وضعنا تفضل عملنا أشياء في قطر، في تونس، في المغرب، في موريتانيا، في تركيا،
أيضا عمقنا كثير من الأمور في تركيا. الآن عندنا في تركيا المؤتمر العلاقات العربية التركية، وهذا أظن أنه راح يكون مؤتمرا، سيكون مؤتمرا مهما جدا للطرفين. نعم، وحنا وضعنا له 10 أكتوبر، لكن أحداث الانقلاب هي التي عرقلت هذه المسيرة. قد نؤجله إلى وقت نرى يرى فيه الأتراك الهدوء والوقت المناسب. فنحن الحمد لله منتشرون حتى في ماليزيا، في الهند، في باكستان، ولله الحمد لنا تواجد إن شاء الله، وإن كان خافتا إلا أنه سيعلو ويعلو ويعلو بإذن الله. أستاذي الكريم، ضمن هذه الحركة لمنتدى المفكرين مسلمين، كثيرا ما يشكو الناس بغياب البرامج والمشاريع. حضرتكم تفضلتم الآن أن هناك برامج ومشاريع، وخاصة أريد أن أسأل باعتبار نحن نبث راديو فجر من عنتاب والعلاقات التركية، ثمت كان هناك إشكالية بيننا وبين الأتراك ناتج حاجز اللغة. الآن منذ العام 2000 بدأ التقارب ليقول الفكري وثم السياسي والاقتصادي حول هذا المساهمات. هل لديكم مشاريع قريبة كمنتدى غير هذا المؤتمر الذي تقولون عنه، مؤتمر العلاقات؟ الحقيقة أنا يعني أغتنم الفرصة وأقول كلمة للأتراك، لإخواننا الأتراك. الأتراك لديهم أو عندهم قصور كبير في إيجاد وسيلة للتفاهم مع العرب، وهي إيش؟ وهي قضية اللغة. تصور أن الأتراك لديهم مفكرين، لديهم مؤرخون، لديهم كثير، لكن اللغة تبقى حاجزا كبيرا جدا بيننا وبينهم. وهم مع الأسف عندهم قصور، عندهم قصور في قضية الترجمات. وأنا سمعت أن العمق الاستراتيجي لأحمد داود أوغلو بعد 10 سنوات لم يترجمه الأتراك، بل ترجمته الجزيرة، وهذا خلل كبير حقيقة. سيكون عائقا بيننا وبينهم. اللغة هي أساس التواصل الاجتماعي الفكري السياسي. سمت من يقول هناك أزمة بين العرب والأتراك في الترجمة، أي أن الأتراك لا يترجمون للعربية والعرب لا يترجمون للأتراك. يعني هذه المشكلة عبارة عن مشكلة ثنائية. هذا كلام صحيح، لكن عفوا هناك قضية أخرى. أنت صادق فيما قلت، نعم هناك أيضا قصور، لكن نحن نريد أن نتفق على لغة فكرية بيننا. يعني اللغة الفكرية لن تكون اللغة التركية، وهذا ما يدل الكلام الذي تقوى المنتدى الذي له فرع في اسطنبول. نأمل أن يكون هناك قسم للترجمة بين المفكرين المسلمين الأتراك والمفكرين المسلمين أو المسلمون العرب، بحيث هذه الانفتاحية تنصهر ونطلع على بعضنا. أستاذي الكريم، حسب ما أنا أعرف بأننا كثير منا كعرب لا نعرف مفكرين إسلاميين أتراك مثل نجيب فاضل مثلا، هذا الرجل الذي كلماته كلها عبارة عن حكم، وبنفس الوقت هناك كثير من علمائنا نحن ومفكرين لا يعرفون الأتراك باستثناء الكتب الأمهات الكتب، أي القرآن أو الترجمة أو الحديث. منتدى المفكرين الإسلاميين هل لديه مشاريع نحو تطوير هذا الأمر، إفتاح باب الترجمة؟ الآن نحن طبعا بدأنا متأخرين، لكن أن تبدأ خير من ما لا تبدأ. نحن بيننا وبين الكثير من الأتراك الحمد لله علاقات طيبة بين المفكرين والكتبة وإلى آخره، وأنا الحقيقة أتابع أكثر من واحد في تويتر يكتبون بالعربية. الآن بدأنا في جلب بعض المواثيق، بعض المعاهدات، بعض الكتب القيمة في ترجمة، بس هذا جهد يبقى جهد المفكرين وليس جهدا للترجمة وإلى آخره. نحن سنبدأ، سنضع مثل كما نقول المسمار في أول الطريق، أو سنضع الشمعة في أول الطريق، ثم إن شاء الله يأتون بعدنا. طبعا أنت تعلم أن قضية الترجمة مكلفة جدا، والقضية قضية يعني ترجمة بالسعر بالورقة وليس بالكمية.
ولكنها تهمنا أستاذي. أذكر كتاب لوحيد الدين خان قال فيه بأن الفرق أيام ما كان مصطفى كمال حينما حكم تركيا، لينين يحكم روسيا، الفرق بينهما أن لينين ترجم كل العلوم إلى اللغة الروسية، بينما مصطفى كمال قام بفصل اللغة والابتعاد تراث الأمة، الابتعاد عن وحسوها، ووضع جيل آخر بلغة أخرى، عمل العكس. نسعى إن شاء الله أستاذي معك بهذا المحور الذي نحن نتحدثنا بمحور حول المفكرين المسلمين، أن يكون انفتاح أكثر وتقارب، طالما هو مشروع أمة وهو الحقيقي نحن الذي بحاجة إليه. أستاذي بعد الفاصل سنواصل. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. مستمعينا الكرام، أنتم مع برنامج ديوان عبر أثير راديو فجر، واللقاء الممتع والمفيد مع الباحث والمفكر والكاتب الأستاذ عبد الرحمن الجميعان. وقد حدثنا وأمتعنا وأفادنا في الجزء الأول عن مساهماته ومساهمة المنتدى المفكرين المسلمين، وقبل فترة قريبة كان مشاركا في ورقة مهمة بل محاضرة موجزة ومكثفة في مركز الدراسات التي تشرف عليه الجزيرة، تسلط الضوء على الواقع الراهن وإشكالات الأمة. لنسمع معا أولا جزء من هذا التقرير ثم نحاوره حول هذا التقرير وإيضاح ما لم يكن واضحا. على امتداد العقدين الأخيرين والعالم العربي يمر بمرحلة خطيرة جدا تتطلب من العلماء والأكاديميين والمفكرين والسياسيين أن يجلسوا على طاولة حوار واحدة ويناقشوا جل الأزمات والتغيرات الجارية، وفي مقدمتها الانعطاف نحو الثورات وقيام الثورات المضادة وقوة العوامل الخارجية والداخلية التي ساهمت في تراجع الوهج الثوري، وكذا قياس المدى الفاعلية في التقدم وكيفية الاستفادة من معطى الثورات الشعبية كإحدى آليات التغيير. إن حالة من التشخيص الدقيق المدعم بالأدلة والإحصاءات دون تعسف ولا عاطفة ولا ضغوط كفيل بإعانة الأمة على رؤية إجمالي مشهد التغيرات في العالم وليس في المنطقة فحسب، ووضع نظرية تساهم في إخراج الأمة مما يبدو تيها شديدا وغموضا في تحركات القوى الكبرى والعظمى والعظمى وصراعها في المنطقة. فكرة إقامة نظام دولي ليست طارئة على الذهنية الأوروبية، بل هي استحقاق أملاه خروج البشرية من العصور الفلسفية إلى العصور المعرفية كمقدمة لدخول العصر الصناعي بعد التعرف على المادة والقدرة على التحكم بها والحاجة إلى الموارد الأولية ومراكمة رأس المال. لكن إقامة نظام دولي وإطلاق العربة الاستعمارية لجلب الموارد ورأس المال غير ممكن طالما يتواجد في أوروبا والعالم دول ممتدة. تحت هذا السقف نشأ الفكر القومي في أوروبا، ومنه الدولة القومية التي غدت الوحدة السياسية المركزية في النظام الدولي وجرى تصديرها للعالم أجمع. بل حتى تفكيك الدولة الممتدة في أوروبا لم يكفي، ما لم يتم تفكيك الدولة العثمانية باعتبارها أعظم دولة ممتدة في العالم، إلا أنه أيضاً ما من فرصة لأن يستمر بموجب معاهدات ووثائق ولا حتى عملاء وخونة، لا بد للزمن أن يطويهم. لذا كان لا بد قبل ذلك من التفكير والبحث عن قوة مادية تمسك النظام من جهة، ومن جهة ثانية تحول دون ائتلاف العالم الإسلامي ثانية أو تهديد أمن النظام واستقراره. هذه القوة هي التي نسميها المرابط أو المعاقد أو الأوتاد، انتهى. أما المرابط الثلاثة الكبرى فهي المربط اليهودي في بيت المقدس، المربط الأمني في الشام
بوصاية ورعاية الطائفة النصيرية المربط العقدي المسؤول عن تشريع الوضع القائم، وبموجبه تم مصادرة الفتوى ووضع الدين برمته تحت وصاية وزارات الأوقاف، لكنه يتمثل في دول وجماعات إسلامية وعلماء وفقهاء وتربويين وكائن في شتى أنحاء العالم. بالإضافة إلى المربط الثقافي الأقدم ومركزه مصر وبيروت. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. أستاذ عبد الرحمن الجميعان، في ورقتكم المقدمة في منتدى الجزيرة للدراسات حول الحركات الإسلامية والتحولات التي نعيشها، قلتم بأن التشخيص الدقيق المعدم أو التشخيص المدعوم، التشخيص الدقيق المدعوم بالأدلة والإحصاءات حين تجهز بحيادية كفيلة لتأمين رؤية إجمالية للمتغيرات، وتساهم في وضع نظرية تساهم في إخراج الأمة. وقبل قليل تحدثتم بأن وضع نظريات، وهل الوضع الحالي المتغيرات السريعة تمنح لنا وضع نظرية؟ والله شوف أستاذي الكريم، نعم، احنا لابد أن نفرق بين قضيتين ومهمتين، وهذه نعم يغفل عنها كثير من المحللين. نعم، التفريق بين الاستراتيجية نعم وبين التكتيك، وهذه نعم أيضا ذكرها أحمد داود أوغلو في العمق الاستراتيجي. نعم، الاستراتيجية غالبا غالبا لا تقل عن 5 سنوات فيها ثبات، هذا غالبا. نعم، 5 سنوات، 10 سنوات، 20، قد تكون 100 سنة، يعني حسب الظروف وحسب يعني الوضع. الحد الأصغر إنه 5 سنوات ثبات، 5 سنوات لا تقل تقريبا عن 5 سنوات، يعني بالكاد ال5 سنوات تمكنك من عمل شيء، يعني نعم لأنك أنت تتعامل مع بشر. نعم، التكتيكات تتغير وفق الرؤية العامة، هذه قضية مهمة جدا. نعم، يعني بمعنى أن التكتيك لا يخرج عن الاستراتيجية وإن رؤية أنه يخرج عن الاستراتيجية. نعم، يعني لا نتخيل أن مثلا يأتي اليهود في يوم من الأيام أن نعم يقفوا في جانب العرب، نعم، إلا بتكتيك منهم لقضية يعني تسعفهم فيها مثلا، يعني نعم، وقص على ذلك بقية المواقف. فبهذه الصورة نستطيع أن نضع رؤية عامة. نعم، لكن الذين ينظرون إلى المشهد من خلال التكتيكات سيضيعون. نعم، ولذلك هناك محللين للتكتيكات أو لرؤية التفاصيل، والتفاصيل كثيرة وقد نعم تغرق ولا تفهم شيء كما يحدث الآن. نعم، ولكن عليك أن تنظر كمحلل أو كمفكر، أن تنظر من علم، نعم، من فوق، أن تنظر إلى الأمور من فوق، اترك التفاصيل نعم واذهب إلى الاستراتيجيات. لماذا عملت أمريكا في روسيا في سوريا هذا العمل؟ لماذا عملت سوريا في روسيا في سوريا هذا الفعل؟ نعم، ما الذي يحرك روسيا مثلا، يعني نعم ما الذي يحرك روسيا في كما تحركت في القرن، كما تحركت في إلى آخر هذه المسائل، هذه ثوابت عند نعم الروس مثلا، ثوابت، فما يمكن أن تتغير عند الأمريكان، ثوابت نعم هناك لا يمكن أن تتجاوزها. لكن ليس معنى هذا أني أقف جامدا أنا كأمريكا أو روسيا أو لا، وإنما هناك تكتيكات تخدم هذه أو تصب في صالح الأمن القومي وفي صالح الاستراتيجية القومية، هذا الذي أرى. نعم، والله أستاذي شكرا لهذا الإيضاح الجميل، لأنه التقرير أعتقد الورقة أو المحاضرة التي قدمتموها هي جزء من محاضرة كبيرة أو دراسة كبيرة شاملة نتيجة الوقت، يعني قدمتم الموجز. نعم، ونحن نسعى الآن لمستمعينا الكرام عبر راديو فجر، وقد استمعوا قبل قليل للتقرير، جزء من التقرير قدمته في الدراسة، نستوضح بعض الفقرات منها.
جاء في الورقة بأن النظام الدولي الذي أوجد قبل قرن هو من أقام الدولة القومية للقضاء على الدولة الممتدة عبر القارات، وكان تفكيك الإمبراطورية العثمانية أو الدولة العثمانية أحد شروطها للسيطرة على المنطقة جغرافيا واقتصاديا وفكريا. وذكرتم بأن هناك ثمة 4 مرابط أساسية. المربط الأول كان واضحا، وكذلك الثاني، وإلى حد بعيد الثالث. أتمنى من جنابكم إيضاح أكثر حول المربط الرابع، وهو المتعلق بالشق الثقافي، والذي قلتم بأنه مركزه لبنان ومصر. نعم، ينبغي أن نعلم أن الاستعبار عندما رسم، يعني لما كان يتكلم أو كان ينظر، كان ينظر إلى كبريات العواصم: بغداد، نعم، دمشق، نعم، مصر، وقس على ذلك. نعم. فمن ذلك وضع في العراقي اسفينا بين السنة والشيعة كمربط حدودي، نعم، مع سوريا، مع الكويت، مع تركيا إلى آخره، نعم، لا يستطيع أن ينفك منه. نعم. ووضع مربط فكري ثقافي في الشام. لماذا الشام؟ الشام مهمة جدا للجميع، للعرب ولغير العرب. الشام تطل على البحر الأبيض المتوسط، الشام مهبط النبوات إلى آخر هذه، فهي قضية دينية مصلحية إلى الشام. أخي العزيز، لو تقرأ في التاريخ، وخاصة في السنوات الأخيرة، يعني يمكن من القرن 17 إلى القرن 20، في الدولة العثمانية بدأ النصارى، وخاصة بعد معاهدات فرنسا وروسيا في حماية الجاليات النصرانية، بدأ النصارى يتعاونون مع هذه الدول. لاحظ، هذا 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 أمر مهم جدا. النصارى العرب يتعاونون مع، لا يتعاونون مع الأتراك، بل يتعاونون مع فرنسا والنمسا وروسيا وغيرها. فوجد هؤلاء أن هذه خصبة جميلة جدا لبث النزاع والشقاق. الاتحاد والترقي غالبيتهم من النصارى. في الشام جورج زيدان وغير جورج زيدان، وقس على ذلك، واليازجي وما يعني، كل هذا كان يتصدر من أين كان يتصدر؟ كان يتصدر من الشام. الشام الآن خبت، لكن في الخمسينات والأربعينات والثلاثينات كان الفكر يخرج منها. ونشوف نحن مسرحيات وكتابة التاريخ عند جورج زيدان وغيره، وكيف كان يشوه التاريخ. هذه ينبغي أن تلاحظ. الذي لاحظته أن الاستعمار الفرنسي يركز على الفكر والثقافة، ولذلك كان الشام تحته هو المربط الثقافي الفكري. البريطانيين مثل يعني هم قريبين من الأمريكان، وإن كانوا يختلفون في قضايا السياسة، لكن لا يركزون على الثقافة، ولذلك كانت فرنسا تريد تغيير اللغة إلى الفرنسية. كل الدول التي استعمرتها فرنسا تتكلم اللغة الفرنسية، ولا عكس بالنسبة للبريطانيين. أريد بس أن أضرب لك مثل: نابليون لما أراد أن يغزو مصر، تصور أنه في حملته جلب 120 عالما فرنسيا يفهمون في اللغة المصرية وفي التراث المصري في الإسلام، و 120 من مختلف الأنواع. إذن هناك شيء، الفكر والثقافة واللغة أعمدة في التغيير، نحن قد غفلنا عنها، لكن هم ما غفلوا. هذه يتطابق كلامكم استاذي لدى المفكرين الاتراك، خاصه الاسلاميين منهم، حين يقولون باننا في اواخر زمن الدوله العثمانيه كنا نرسل المفكر او الطلبه الى اوروبا، خاصه الى فرنسا والى تلك الدول، لكي تتعلم العلم، فتاتي معنا بالتغريب، سموها التغريب. صحيح. وهي التي قامت بتحطيم الأسس الأساسية التي ترتكز عليها هذه الأمة بشكل عام، ومنها الدولة العثمانية التي كانت هي قائدة. أستاذي، نتيجة هذا الأمر، الآن الأحداث متسارعة، ورجب طيب أردوغان خرج وقال بأن العالم
أكبر من 4+1 أي يقصد بأنها أكبر من هذا مجلس الأمن أو النظام الدولي الذي آن له أن يتغير. وأشرتم في ورقتكم حول هذا الأمر بأن ما نشهده اليوم من تخبط أو تسارع في العطافات ما يشير إلى عطب هذا النظام، فكيف ترون يكون هذا النظام الجديد إذا كان هناك؟ نعم، أنا أولا كتبت بحث العام الماضي حول تهاوي النظام، نعم، وهو نعتقد بحث مهم. ليه؟ لماذا؟ لأن فيه شواهد وشهادات من قول المفكرين الغربيين والسياسيين. أوباما يتكلم، الروس يتكلمون، الأمريكان يتكلمون، الألمان يتكلمون، البريطاني، الجميع قد اتفق على أن هذا النظام سايكس بيكو قد تهاوى، والآن 100 سنة تحتاج إلى تجديد. من الذي غير؟ الدولة الإسلامية غيرت في الحدود، الأكراد غيروا في الحدود، الثورة السورية الكبرى هي التي أيضا غيرت التغيير الكبير، والجميع متفقون على أن سايكس بيكو اليوم أو نظام سايكس بيكو، وأن بل هيئة الأمم المتحدة لم تعد تنفع. وأنت شايف إيش يعني، أصلا من يأبه اليوم بكلمات هيئة الأمم المتحدة؟ الجميع يضربون كلامها عرض الحائط. إذا لابد من التغيير. وأنا الآن في صدد كتابة مشروع التقسيم وتغيير النظام، وهذه مشاريع وجدتها حقيقة. أنا في السابق لم أكن أؤمن بقضية التقسيم، وكنت معارض لقضية التقسيم، لكن لما الآن وجدت في عمق الاستراتيجيات الكبرى هذا الأمر، لابد أن الإنسان يتغير وينظر إلى هذه المشاهد وإلى هذا النظام بمشهد آخر. لكن أنا كما أعتقد بأنهم الآن لم يتفقوا على السيناريو ولا على الشكل القادم للنظام الجديد، لكن يريدون أن يحافظوا على أقل تقدير على المصالح العامة 4+1. نعم، فقط تقسيم، إيضاح للتقسيم اللي تقصدون فيه أستاذي الكريم، يعني تؤمن بالتقسيم، هل تقسيم النظام الدولي بينهم تقصد؟ لا، أنا أقصد تقسيم المنطقة الإسلامية تحديدا. هذا المحور الثالث الذي سندخل فيه قليلا بعد قليل، وخاصة الأحداث الساخنة بعد الفاصل إن شاء الله. البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. متابعي راديو فجر، أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير والشيق اليوم من الحلقة اليوم المميزة من برنامجكم ليوان، خاصة معنا الأستاذ المفكر الأمين العام لمنتدى المفكرين المسلمين الأستاذ عبد الرحمن الجميعان، وهو حديثنا عن المنطقة، عن سوريا والعراق، عن حلب والموصل، كما يقولون بأن هي التي ستحدد المصير المنطقة. أستاذي، قلتم في تغريدة لكم بأن من الخطأ إطلاق التحليلات السريعة، لأن الغموض والأحداث المضطربة هي السائدة على المشهد السوري، في حين نرى بأن تصريح روسيا بأن هناك اتفاق في كان هناك في 15 تشرين قبل يومين، واكتشفنا بأن هذا الاتفاق يتم في وضع جدول مع الروس ومعاهدة لوزان جديدة، وما نشهده قلنا بأن حلب، وإذ نتفاجأ بأنهم اليوم معركة الموصل، وكيف تكون معركة الموصل وهي بين فريق التنظيم وبين مجموعة لا أعرف ما أصفها، الجيش العراقي، الطرف الكردي، الطرف التركي، القوات الأمريكية، القوات الفرنسية، ما الذي يجري سازي؟ والله شوف، أنا كما كتبت مرة، الفرنسيين يتسارعون في نفس البحث الأول، يتسارعون يجدون لهم مكانا في النظام الدولي الجديد، ولذلك وجدناهم. أنت لو تسترجع بالذاكرة قليلا، إيش أول من لما بداية سقوط النظام
كانت الطائرات الفرنسية قادمة، لكن من الذي صدها؟ صدها الأمريكان بدخول الناتو. نعم. كانت تريد أن تستفرد فرنسا، لكن الأمريكان لم يتركوها. نعم. بريموكوف قبل أن يموت، نعم، قال خدعونا الأمريكان في ليبيا. نعم. إذن القضية قضية مصالح. نعم. قضية مصالح وقضية التقسيم. هناك نظريات وهناك خطط وضعت، بايدن وإينون الصهيوني وغيرهم وغيرهم وغيرهم، سواء صدقت أو لم تصدق، نحن المشكلة في الأمة العربية لم تقرأ القراءة السليمة ولم تستعد الاستعداد السليم. هذه هي القضية. اليوم نرى تغيير الديمغرافية السورية واضح جدا، وإلا بالله عليك الروس لماذا يضربون هذا الضرب المبرع لحلب؟ واليوم الروس قالوا، يعني قبل كم يوم قالوا ستكون لنا ايش؟ قاعدة دائمة في اللاذقية. ثم قالوا قبلها ان سيكون مجلس الدوما القادم في سوريا. إذن هي تعتبرها الان ملكا لها. إذن هناك محاولة. قسان شربلي كتب مقالا، مقال مهم جدا حول التقسيم، ذكر واحد من زعماء العرب يقول كلمني أحد الزعماء، هذا الزعيم كلمه من الروسي، كلمه بوتين وقال له هل تعتقد، دون ذكر لم يذكر اسمه، قال هل تعتقد بأن بشار الأسد سيرضى بمنطقة صغيرة جدا في الصوب اللاذقية أو كذا، فيها جميع القطاعات، يعني فيها جميع القطاعات السنية والشيعية و و و و و إلى آخره. إذن هناك تخطيط. نعم. في قضية تقسيم. نعم. هناك دولة كردية ستكون. نعم. هناك دولة درزية. نعم. هناك دولة علوية. هناك نعم. دولة سنية. نعم. وقد تكون هناك دولة شيعية. نعم. العراق نفس القضية. ولذلك نعم. الآن الموصل لماذا دخلت تركيا؟ تركيا دخلت لقضية مهمة جدا حتى تقطع على الأتراك الطريق. الأتراك يعملون سياسة، لكن ليس لهم طريق الآن. أنا أعتقد الآن الجميع موظف في خدمة الكبراء. ماذا يحصل تماما نحن لا ندري، لكن نحن نقرأ الظواهر. ولذلك اليوم تعتيم إعلامي شديد جدا في الموصل، بل لو اتبع في التليجرام الأخبار من الطرفين أو من الأطراف كلها، لا تقتنع طرف واحد. لا، اتبع أطراف الدولة، اتبع أطراف القاعدة، اتبع أطراف الأمريكان، اتبع أطراف الأتراك، واجمع الأخبار، ستجد هناك شيئا مذهلا جدا جدا جدا. إذن العمل كبير جدا. تصور أن الموصل، أن الموصل عليها 7 محاور بالدخول، يدخلون عليها 7 محاور، وبالسابق كانوا السنة كانوا يرفضون دخول الحشد الشعبي. الآن الحشد الشعبي متواجد ومتقدم ومتأخر. إذن القضية تغيير الاستراتيجيات والتكتيكات، هذه ما تحتاج السرعة والعجلة، هذه تحتاج أوراق وأقلام وجلسات طويلة جدا حتى نفهم ماذا يريد هؤلاء. هم يريدون بناء نظام جديد. نعم، فاجأتهم الثورات، لكنهم أفضل منا بكثير، فهم يوظفون الحدث. لكن نحن نخضع للحدث مع الأسف، يعني نخضع ونهبط للحدث. أستاذي، أنت ترى بأن الأمر هو إعادة تقسيم كما كان قبل 100 عام، ولكن مع إصرار روسيا بأن ما لم في سيكس فيكو لا تحصل عليه حصلت عليه الآن. سؤال، العالم الإسلامي، عالم الأمة، أين هم الآن من هذا الوضع؟ والله أنا أقول أن العالم الإسلامي هو الرجل المريض الذي يشرح تحت العملية، مع الأسف يعني الرجل المغمى عليه. المشكلة والله يا أخي، والله أنا الذي يدمي قلبي. نعم. يعني باكستان عفوا، يعني باكستان بلد قوي نووي، يعني اليوم لا يقف. ماليزيا بلد قوي، يعني لا نضع فقط دول الخليج فقط هي التي بيدها وماذا تفعل إذا كان العالم السامي. مصر بعيدة كل البعد وهي القوة القوية، لا ندري ماذا نقول. طبعا هو يعني هي مش بس العرب أو الخليج كما قلت، الجميع مسؤولون عن الأمة. هذه أمة أريد لها أن تكون بهذه الصورة، أريد أن
لا يمكن أن يرضوا بفكرة دولة عابرة للقارات أبدا. لا يريدون إسلاما عابرا للقارات لأنهم يعرفون، لكن يريدون إسلاما الصلاة والزكاة وهذا الإسلام المشايخ المساكين الدراويش، هذا لا بأس به، ويحرصون اليوم على أي وصي أي قطع للتواصل العربي الإسلامي. ولذلك تجد الأمريكان يدخلون مع العشرين ومع الخليج ومع منع ومع هنا ومع حتى يقطعوا أوصال هذه الأمة، ولا يمكن أن تتفق على شيء. لكن نحن نأمل بالله سبحانه وتعالى هل مستقبل هذا الدين رضوا أم أبوا مستقبل لهذا الدين، هذا هكذا قال الله وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أستاذي الكريم، في البدايات القديمة أو في التاريخ نعلم بأن القادة دائما يكون لها مستشارون مفكرون، هل يمكن أن نقول بأن مثل هذه الندوات أو مثل هذه المفكرون يمكن أن تشكل لوبي قوي يستطيع أن يؤثر على القرار السياسي، أم أن ذلك بعيد؟ أنا طبعا أستبعد هذا الشيء لعدم رغبة الحكومات العربية أو الزهد بالمفكرين حقيقة. يعني الزهد بل ومتابعة وملاحقة البعض. يعني إحنا عندنا الدكتاتورية والاستبداد والتسلط هو الذي يسيطر على هذه الأمة مع الأسف. وإلا كان المفترض يعني الأمريكان كيف يتحركون؟ الأمريكان يتحركون وفق المراكز الفكرية. يعني لو أرادوا أن يستعمروا دولة أو يذهبوا إلى دولة 50-60 دراسة تقدم لهم من 50-60 مركز. وإيران لماذا نبتعد بعيدا؟ إيران اذهب إليها، إيران هناك فيها أمور تذهل. وأما الأمة العربية فهو أنا ربكم الأعلى مع الأسف. وإذا وضعوا مستشارين وضعوا مستشار لا يستطيع أن يحرك إلا ما يقوله أو ما تقوله الحكومات. نحن نعيش في أزمة فكرية، لكن هذا أنا أتمنى من الحكومات أن تأخذ بآرائنا، أتمنى من الحكومات أن تطلب بعض ما يعني لو بعض الحكومات تقول لنا مثلا اكتبوا عن خطر إيران، اكتبوا عن ما يحدث في الموصل، اكتبوا. نحن لدينا أفكار ولدينا استراتيجيات، لكن هم يزهدون بهذا الشيء مثل ما قلت لك في السابق، هم في هناك زهد في قضية الفكر، فما بالك في بالحكومات. فأتمنى أنا أن يكون كونكشن بيننا وبينهم، يا ريت يا ريت أتمنى ذلك حتى ننقذهم وننقذونا إن شاء الله. أستاذي الكريم، نحن قد أشرفنا قليلا عن نهاية الحلقة، ولكن كالشاب السوري والشاب العراقي، الشاب الموصلي أو الشاب الحلبي أي مكان، خاصة نحن في مدينة أنتاب أحيانا يجتمعون ويستمعون إلينا عبر هذا الراديو، عبر FM أو عبر النت أو حتى اليوتيوب قنواتنا، ماذا تقول لهذا الشباب؟ ماذا تريد أن تقول لهم؟ نحن يهم لنا الشباب. للشباب هناك نقطتان مهمتان جدا. الشباب هم أمل الأمة. وكل النهضات لم تقم على الشيوخ مثلنا، لكنها قامت على الشباب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركز على الشباب. نعم الشيوخ لهم الخبرة، لهم الفكرة، لهم الاستشارة، لكن العمل عمل الأمة، والأمة تقوم على هؤلاء الشباب. ولذلك أنا أوصي بقضيتين. القضية الأولى هو أن لا نفترق وأن نعمل كأمة واحدة، ليس كعراقي وسوري لأن الخطر محدق بنا كلنا. صحيح. إذن هو لا يأتي الخطر إلى تركيا ثم يترك العراق، لا ولا العكس، إنما سيأتي الخطر الدائم إلى الأمة. فلن تفيدك عراقيتك ولا كويتيتك ولا إن أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هذه قضية العمل وفق استراتيجية الأمة. المسألة الثانية أنه وسأتكلم بصراحة، كل الجميع لديهم مشاريع إلا أهل السنة ليس لديهم مشروع. لماذا؟ لماذا نحن الأمة السنية المسلمة ليس لدينا مشروع؟ هذه المشكلة الكبرى، الطامة الكبرى. لابد أن يكون لنا مشروع سياسي فكري اجتماعي ديني، لابد ونعمل عليه. أليجد فقه أولويات اسمه استاذي
هو في فقه الأولويات، لكن من يؤمن به؟ نعم. يعني أنا إذا أرجعتني إلى هذه النقطة أقول مع الأسف الشديد أن الكثير من العلماء لا يزالون يعتمدون على قضايا الوضوء والصلاة و و و و و و إلى آخره، ويتركون الموصل تحرق وحلب تحرق يا أخي هذه المسائل سجلوها بأشرطة ووزعوها للناس وابعثوها في الإنترنت، السؤال الواحد يتكرر مليون مرة ومليون إجابة، إيش هذا؟ وين إحنا عايشين اليوم؟ مستجدات كبيرة، نوازل كبيرة، إيش عالم هذا يفتي بقضية الحائض تطوف حول الكعبة والعراق تحترق وإيش؟ يعني إحنا صرنا أرجع من 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 الأندلس ومن أهل الأندلس ومن الطوائف. أنا أوصي العلماء أيضا يعيشون الحدث، أوصي العلماء يعيشون النوازل مع الأسف. يعني إذن هي دعوة الأستاذ الكريم من الأمين العام لمنتدى المفكرين المسلمين إلى مراجعة فقه الأولويات، خاصة علمائنا، لكي يساعدونا نحن الشباب، نحن السوريين، الحكومات على أن نستطيع أن نقدم تكتيكات كي تعيننا لأن نقوم باستراتيجية فيما بعد. أستاذي الكريم، لا يسعنا إلا في نهاية اللقاء إلا أن نشكركم على هذا اللقاء الجميل، على أمل أن نلتقي معكم مرة أخرى وفي أحاديث مطولة إن شاء الله، وألف شكر لك. حياكم الله وجزاكم الله خير. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج ديوان عبر أثير راديو فجر، واللقاء الهام مع الأستاذ عبد الرحمن جميعان، الكاتب والباحث الكويتي والأمين العام لمنتدى المفكرين المسلمين. تناولنا في هذه الحلقة فكرة هوية المنتدى وعن ورقته التي شارك فيها في منتدى الجزيرة الدراسات حول الحركات الإسلامية، ثم تطرقنا حول القضية الأهم، هي عبارة ماذا يجري في منطقتنا. جزا الله عنا كل خير. كان معكم علاء الدين حسو، وفي هندسة الصوت ليلى أمير، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.